السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد. نتمنى تكونوا على خير. رمضان مبارك، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم ميني بطبوط، كيجي لذيذ ورائع ومنفوخ، يعني بواحد الطريقة سهلة، ما فيش زعما واحد المجهود. على بركة الله، هنا كما كتشوفوا في الكسعة ديالي خديت هنا كاسونس ديال الفينو او القمح الصلب، وعندي نفس القياس ديال الدقيق الابيض او الفورس. عبرت بهذا الكاس، هذا نفس القياس عبرت به. هنا عندي معلقه صغيره درتها مع معلقه ديال سنيده، ذوبتها في الماء دافي. هنا عندي معلقه ديال نيدو صغيره، وعندي معلقه ديال الملح صغيره، وغادي نحتاج حتى زيت المائده، واللي عنده زيت الزيتون يمكن له يضيفها مع الخليط. بسم الله، غادي ندير هنا الملحه، غادي نضيف نيدو، وغادي نخلطو مع العصير باش كيجينا سهل في جمع العجين. وغادي ندير بسم الله الماء يكون دافي ما يكونش سخون، وغادي نجمع العجين ديالي. وغادي نضيف واحد معلقه ديال زيت المائده، معلقه كبيره. بسم الله، باش كيجي البطبوط كيجي هشيش وكيجي زوين. بغيتي ديرو زيت المائده ديروه، وغادي نجمع بالماء. ما نقدرش نقول لكم الماء شحال، مي غادي تجمعوا العجين ديالكم شويه بشويه. وغادي نبقاو مستمرين. هانتوما جمعت العجين ديالي، الماء على حسب عينيكم ميزانكم يتجمع لكم العجين. وغادي تبداو في الدلك مزيان، ما كيحتاجش الدلك بزاف، المهم ما يجيش قاصح وما يجيش رخو بزاف. وغادي نبقاو مستمرين حتى نحصلوا على عجينه رخوه. هانتوما من بعد ما دلكتو مزيان، ها هو دابا العجين ديالنا رخو رطب، ما تخليوهش قاصح وماشي خفيف بزاف. هانتوما كما كتشوفوا العجين، دابا غادي نديروه في واحد الاناء او في زلافه او اي حاجه عندكم، وغادي تخليوه يرتاح تيخمر مزيان ما بين 10 15 دقيقه، المهم على حسب الجو كي كيكون. وغادي نغطيوه مزيان من فوق ببابي اليمونتير، وغادي نخليوه يختمر. هانتوما نلفوه مزيان باش ما يدخلوش الهواء، وغادي نخليوه يختمر. ها هو العجين ديالنا خمر، شتو كيصبح دابا. بسم الله، غادي نحطو على سطح العمل، وغادي نشربو نصوبو العجين ديالنا. ها هو العجين ديالنا، غادي نديرو له هكا باش غادي نقطعوه. بسم الله، غادي نديرو كويرات. و
وغادي ناخذ واحد الرشيشه ديال الطحين الفرص او الدقيق الابيض كما بغيتو، يمكن لكم ديروا حتى الفينو. وغادي نبدا نطلق في العجين ديالي بالتلاك، ما خصوش يكون رقيق بزاف وما يكونش غليظ. هانتوما شوفوا العجين ديالنا، خصو يجي مقاد وكنبقاو مستمرين. وكنبداو نتخصيو العجين ديالنا على شكل دويرات. اللي عندكم كاس، عندكم زلافه، اللي عندكم يمكن لكم تشكلوا العجين ديالكم كما بغيتو، يمكن لكم ديروه على شكل مربعات. وكنبقاو مستمرين، كنضربو مزيان هانتوما. غادي نحصلو على هاد الشكل هكا، ما يكونش غليظ كما قلت لكم. وغادي نكملو على نفس الطريقه حتى نساليوهم، وغادي نخليوهم يخمروا واحد ما بين 10 حتى 15 دقيقه كما على حسب الجو. إذا كان الجو بارد راه غادي نخليهم، المهم تيختم مزيان. وغادي نكملوا العجين ديالنا. هنا راه خرجوا ليا جوج طبقات، الطبقه الاولى ها هي، وهذه الطبقه الثانيه. غادي نخليهم يسترحوا ما بين 10 حتى 15 دقيقه ونرجع. البطاطات ديالنا هما خمروا، دابا كنديروهم وتكون المقله سخونه. انا استعملت المقله الثقيله، يمكن لكم تستعملوا طيفال عندكم الاختيار. تكون النار متوسطه ماشي قليله وماشي مجهده، وفاش غادي يبقاو يتنفخوا لنا غادي نقلبوهم وصافي. هانتوما البطاطات ديالنا شو كي جاو فنين من الداخل، هشين ورطبين زوينين. هانتوما دابا بقات لنا غير الحشوه، غادي نعمروهم ونرجع. بالنسبه للحشوه عندنا عندي هنايا جوج بصلات مفرومين او بصله كبيره تكون مفرومه، عندي فلفله خضراء. اللي عندكم متوفر في البيت، انا عندي غير الفلفل الاخضر، يمكن لكم تستعملوا الاحمر والاصفر، تقطعوا على هذا الشكل. عندي هنايا الطماطم جوج حبات مقطعين، وعندي هنايا القزبر والمعدنوس غير شويه، ولكن كثروا شويه القزبر لان على المعدنوس علاش باش كيجي مشرمل وكتجي ديك اللذه في لاداند. هنا عندي انا ربعه ديال لاداند حكيت عليه دريس ديال الثومه. بالنسبه لاداند او الكميه ديال الحشوه على حسب عدد الافراد اللي عندكم، انا حنايا حنا جوج افراد يعني ما غاديش نحتاج الحشوه كثيره، نتوما عندكم يعني على حسب عدد الافراد اللي غادي تحتاجوا، يمكن لكم تضعفوا الكميه او ديروا ثلاثه المرات. بالنسبه للاداند او الديك الرومي، من بعد ما حكيت كما قلت لكم الثوم مفروم، غادي نجي وناخذ شويه ديال الزنجبيل او السكينجبير غير نص معلقه. خصنا ضروري سميتو الديك الرومي
خصنا نديروا له العطريه باش كتشرب ديك العطريه، شويه ديال الفلفل الاسود، وعندي قليل من الفلفل الاحمر غير شويه، وغادي ندير الملح على حسب الذوق، وغادي ندير واحد شويه ديال الزيت غير باش تخلط لنا ديك التوابل، معلقه صغيره حتى لجوج معلقات صافي. وغادي نخلط العناصر مزيان، وغادي ندير حتى واحد القطرات ديال الليمون او عصير الحامض. لان الديك الرومي فاش كدير له الحامض او حتى الصدر ديال الدجاج كيجي رائع رائع، تيعطي واحد البنه صافي. ونخلطوا العناصر مزيان، نخليوه واحد الساعه على ما يشرب، وعاد غادي نديروه يتشحر مزيان. وغادي ندير واحد القليل من الزعتر، اوراق الزعتر كيجي لذيذ، يعني بالخصوص دابا حنا في رمضان المائده كتكون منوعه وناكلو، ولكن هاد ميني بطبوط بهاد الحشوه كيجي لذيذ وكتاكلو وما كتحسوش بديك الثقل في المعده صافي. وكنخليوه كما قلت لكم يشرب واحد الساعه ديال المكرونه. دابا غادي ناخذ البصله ديالي نشحرها، نحاول مع التحرير على ما تنزل تسبخلنا شويه البصله، عاد غادي نزيدو الفلفل الاخضر والطماطم، غتخليوها واحد 3 دقائق صافي، 3 دقائق دابا غادي نزيدو الطماطم. نزيدو الفلفل، غادي نزيدو القزبر المحروس، غادي ناخدو قليل من الفلفل الأحمر معلقة صغيرة، غادي ندير شوية ديال الزنجبيل غير شوية برص المعلقة، وغادي ندير شوية ديال الإبزار، وغادي ندير قليل من الكمون غير شوية، نص معلقة والملح حسب الذوق، وغادي نمزج العناصر جيدا، نخليها كتجي حشوة رائعة. أنا كما قلت لكم اللي عندكم في الدار يمكن لكم ديروا الحشوة كما بغيتو نتوما، ولكن هاد الحشوة كتجي زوينة بزاف. بغيتو ديرو حتى الطماطم المعلبة يمكن لكم ديكوها، الحشوة ها هي لي جدات لنا. دابا غادي نديروها في واحد السليفة باش غادي نشحرو طريفات ديال لاداند ديك الرومي.
دابا غادي نديرو الفكروني وتشحنا وغادي نخليوه نغطيو زياره هو كيطيب. صافي وغادي نخليوه واحد شويه يطيب لينا، وعاد غادي نزيدو هذيك الحشوه اللي وجدت لينا غادي نزيدوها عليها وصافي. من بعد ما تشحرنا مزيان حتى ما بقى فيه نشف، دابا زدت هذيك الحشوه الاولى اللي درنا وغادي نخلط كلشي. صافي وها الحشوه ديالنا وجدات، غير ما تبقى حتى حاجه ينشف، ما يبقاش ديك الماء ديال الطماطم وهذا. صافي واحد جوج دقائق ما كملاش وغادي نطفيو عليه النار. ها هي الحشوه وجدات، ها هما دول البطيبيطات ديالنا وجدوا، الحشوه رائعه، غير جربوها. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وما تبخلوش عليا دائما بالتعليقات ديالكم اللي كتسعدني، وشكرا على المشاهده، وما تنساوش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. نتمنى لكم فطور شهي بالصحه والراحه، وبسلام عليكم.